أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مصير الإرهابيين الكفرة جهنم. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا يغرنك أيها المؤمن، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا تنخدع بما هم عليه من الأبهة وحجازة الأموال والتسلط على الشعوب والتسلط على الأفراد. لا تنغروا بهذا عندما يكون عند الكفار الفجار، فهذا أمر زائل ومتاع دنيوي وسيزول قريبا، وكل آت قريب. هذا كله متاع قليل، يعني يتمتعون به بالدنيا لفترة وجيزة. ثم مأواهم جهنم، النار المحرقة، وبئس المهاد. بئس ما يمهد لهم، المهد والمهاد أي ما يمهد للطفل من سرير. يمهد الله لهم مكانا في جهنم يحترقون فيه، وكما دل في الأحاديث على أنه من فوقهم مهاد ومن تحتهم مهاد ومن فوقهم غواش. الغواشي الأغشي الأغطية، يعني من فوقهم أغطية من جهنم ومن تحتهم أغطية من جهنم ليستعدوا. هم لا يؤمنون بذلك ويسخرون من القرآن عندما يقول هذا، ولكن سيرون عند ذلك يؤمنوا، ولكن لا ينفعهم الإيمان. بل إنهم يؤمنون قبل جهنم، عندما يأتي ملك الموت ويرون مقعدهم من النار يقولون ربنا آمنا، ولكن لا يقبل هذا الإيمان، كما فعل فرعون عندما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، رد الله عليه إيمانه وقال: الآن وقد عصيت. عندما يأتي الموت لا يقبل الإيمان. يترك الله للناس فترة طويلة في الحياة الدنيا لينظر ويرى من سبقه، ولماذا خلق الإنسان، ولماذا يعيش ويموت، من الذي يفعل، من الذي خلقه، من الذي أخرجه من بطن أمه، من الذي خلقه بهذا الشكل، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ترك الله له المجال ليختار، فاختار الظلمة أو الخضوع للظلم، لأن الخضوع للبشر وللطواغيت ظلم. اختار الظلم أو الخضوع للظلم، فمهاده جهنم وبئس المهاد. فحسبه جهنم وبئس المهاد الذي يمهد له في جهنم. وهذه الآيات يماثلها، والقرآن يفسر بعضه بعضا، مثل ذلك قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. لا تنغر بأنهم الآن عندهم طيارات وسيارات ويضربون ويذهبون ويجيئون. وقال تعالى: متاع الدنيا، يعني يتمتعون كغيرهم من المخلوقات في الدنيا. ثم إلينا مرجعهم، إلى الله مرجعهم، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يكفرون أي ينكرون نعم الله فيطيعون غير الله، أو يستعبدون البشر بدل أن يكونوا عبيدا لله، هذا بالنسبة للطغاة. وقال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي شيئا فشيئا، اتركهم يفعلوا ما يشاءون وسيرون. وهذا منتهى التهديد، ولكن لمن يفهم التهديد، لمن يكون له عقل، لن تغطيه الشهوات والدنيا وزينتها.
ويقول سبحانه وتعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أي سيحضرون ويدخلون إلى جهنم. وربنا تبارك وتعالى لما ذكر حال الكفار، حال الإرهابيين الذين يعتدون على حدود الله ويتسلطون على البشرية أو يخضعون لسلطان البشر ويتركون طاعة خالق البشر، هؤلاء عندما يتحدث عنهم القرآن يتحدث عن نقيضهم وهم المؤمنون. فيقول الله تبارك وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم. التقوى مأخوذة من وقى يقي، عندما تقول قي نفسك من النار أي تصرف التصرف الذي يقيك من النار. فالمتقون هم الذين اتقوا ربهم أي أطاعوه ولم يعصوه بعد الإيمان، آمنوا بأنه هو الذي يطاع لأنه خالق مالك والرب، وأطاعوه وتحرروا من طاعة غيره فوقوا أنفسهم من عذابه. لكن الذين اتقوا لهم جنات، ليس جنة واحدة، جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار. وجمع كلمة الأنهار يا إخواني لأن الجنة ليس فيها نهر معين من ماء الحلو العذب، لا، أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن، أنهار من عسل مصفى، أنهار من خمر، ولكن الخمر لذة للشاربين، الخمر في الدنيا ليست لذة وإنما هي دفع ألم، لأن الإنسان عندما يكون عنده في مشاكل يشرب الخمر فيضيع عقله فيظن أنه ارتاح، ما ارتاح، راحت السكرة وإجت الفكرة. أما في الآخرة الخمر لا يأخذ العقل، لا لغو فيها ولا تأثيمة، أي لا إثم ولا ضاع للعقل، إنما هي لذة للشاربين. هذه هي الأنهار التي تجري من تحت مساكنهم. ويؤكد الله تبارك وتعالى لهم بعد ذلك أن هناك من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى، مؤكد لكم أيها المؤمنون إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله والملائكة وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشع إلى آخر الآية. إذن يبين الله لنا أن هناك صنفا من أهل الكتابين، أهل الكتاب تطلق على اليهود والنصارى، فهؤلاء يوجد منهم قلة أو كثرة يتصفون بالصفات التالية فيكونوا مع المؤمنين. ما هي هذه الصفات؟ إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، أول صفة أهل الكتاب منهم من يؤمن بالله تبارك وتعالى. ماذا يؤمن به؟ يؤمن به أنه هو الرب الخالق المالك، وكل المخلوقات مخلوقات لله، والطاعة لله وحده لا شريك له. فهؤلاء يؤمنون بالله إيمانا حقيقيا وصحيحا، لا يؤلهون غير الله، ولا يقولون عزير بن الله ولا المسيح ابن الله. هذا صنف أهل الكتاب المؤمنين. أيضا الصفة الثانية لهؤلاء أهل الكتاب الذين يكونون مع المؤمنين ويدخلون الجنة، يؤمنون بالله وما أنزل إليكم، يؤمنون بالقرآن الذي أنزل إليكم أيها المؤمنون، وما أنزل إليهم، يؤمنون بالكتب السماوية السابقة التي أنزلت على الأنبياء السابقين قبل التحريف. أما المحرف يتركونه لأنهم يفكرون بعقولهم فيعلمون أن هذا الكتاب أو هذا الكلام الموجود في هذا الكتاب محرف، لا يمكن أن يكون من عند الله. مثل عندما نقرأ في التوراة العهد القديم يسمونه أن نوح زنى بابنته، قالت ابنتا الكبرى للصغرى: سقيت أبي يعني نوح خمرا حتى ما يدري ونام معي، فتقول للصغرى: اسقيه خمرا وافعلي كذلك، فتسقيه خمرا وتنام مع أبيها لتحمل من أبيها. قال: هم فعلوا ذلك حتى لا ينقطع ذرية أبوهم. هذا كلام ينزله الله، هذا فعل نبي من الأنبياء. أيضا تجد مكتوب فيها أن سيدنا داود زنى بزوجة ابنه سليمان. ما من نطول عليكم من القصص، من يريد يقرأ يفتح ويقرأ. فهذه أهل الكتاب الصادقون، أهل الكتاب الصادقين المخلصين، حال كونهم صادقين ومخلصين، يتركون هذه الأكاذيب ويؤمنون بأصل الكتاب الذي أنزل إليهم والذي يأمرهم بأن يعني يؤمنوا بنبي آخر الزمان. إذن ويؤمنون بما أنزل إليكم، وأيضا خاشعين لله، الخشوع الخوف والخضوع، أي يخضعون لله ويطيعونه مخلصين له الدين.
مع التعظيم. الوصف الخامس: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يتركون طاعة الله في الحق من أجل أن يحصلوا دراهمات، مثل المفتي الذي يفتي بفتوى يهودية أضرب بالمليان اقتل المسلمين. ليش؟ مشان بزعمه أنه هو يعني يرضيهم حتى يعطونه شيئا من المال. المال الذي أعطوه إياهم المليارات راحت أخذوها، ما راح يتركوا لك شيء أيها المفتي، سيترك لك جهنم بإذن الله. وكل من يفتي مع الظالم بخلاف ما يأمر به الله تبارك وتعالى، هؤلاء لن يستفيدوا شيئا وهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. يحولون معاني القرآن، أو السابقين يحولون معاني النصوص الكتب السابقة من أجل أن يتسلطوا على أموال الناس، يشترون به ثمنا قليلا على أموال الناس وأعراضهم، ولكنهم ضيعوا الأجر العظيم عند الله في جنات الخلد. أولئك أي المتصفون بهذه الصفات لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. هؤلاء الذين لم يكتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، هذا الإيمان المذكور، آمنوا بما أنزل عليكم وآمنوا بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال الله تعالى في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. طبعا مو كل أهل الكتاب، على الذين آمنوا بدينهم فهم يؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني قائمة على حدود الكتاب الذي أنزل عليه، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون فكتبهم تدعوهم إلى طاعة كل نبي يأتي بعد نبيه. فهم يتصفون بهذه الصفات ويؤمنون بالحق الذي ينزله الله تبارك وتعالى. هذه الصفات توجد في اليهود قليلة، قلة من اليهود آمنوا، لأن اليهود يعرفون الحق ولا يتبعونه عنادا من أجل أن يحصلوا الدنيا، ويزعمون في الآخرة، يقولون كما هو في كتبهم سيغفر لنا، ويتمسكون بنصوص يفهمونها فهما خاطئا أو يكذبون بها، كقولهم أو كتابتهم في التلمود أنهم شعب الله المختار وأن بقية العالم حمير، ويزعمون أن القرآن أيضا ديننا قال عنهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس ولكن في زمانهم، لأن الله ميزهم عن الأمم السابقة فأرسل لهم رسولا فاضلا كليم الله وموسى عليه الصلاة والسلام. فإذا تركوا طاعة الله ليسوا بأفضل ما في العالمين، وفضلناكم على العالمين عالمي زمانكم بالإيمان والحق، مثل ما قال الله تبارك وتعالى في القرآن للمسلمين: كنتم خير أمة أخرجت للناس. شلون خير أمة؟ هكذا هيك تكفروا تكونوا خير أمة؟ مثل بعض الحسال اليوم اللي يساوي انقلاب عسكري لمصلحة إسرائيل وبقتل المسلمين، بقول هو عالم بالإسلام ومشال الإسلام، ويدجل له الدجالون ويقول أنت رسول، رسول الشيطان. لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، يعني بما أمر به الله، وتنهون عن المنكر، تنهون الناس عما نهى عنه الله، وتؤمنون بالله أنه هو الحاكم المتصرف فتخضعون لحكمه. بهذا الشكل تكونون خير أمة. أما إذا تركتم ما أنزل الله لستم خير أمة، بل يسلط الله عليكم أسوأ أمة وهم اليهود، وفعل الله تبارك وتعالى حتى تعودوا إلى دينكم. إذن آمن من اليهود قلة مثل عبد الله بن سلام وبعض أحبار اليهود، أما من النصارى فقد آمن الكثير سابقا ويؤمن في العصر الحاضر الكثير. عندما ذهبت إلى أمريكا لإلقاء محاضرات في عدد من المساجد، كان هناك عدد كثير من الأمريكان، أمريكان الأصليين، يحضرون ويستمعون وقد آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأصلهم كان نصرانيا من رجال أو نساء. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب في القرآن أيضا وهو أصدق القائلين: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أسناب اليهود الذين أشركوا طاعة الله مع طاعة اليهود، طاعة أهل الكتاب
اليهود أو أتباع اليهود وأسنابهم. والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. قسيسين يعني علماء في دينهم الكتاب، لا يتبعون التحريف. ورهبانا أي عبادا مخلصون يريدون طاعة الله ورضوانه لا طاعة المخلوقات. وأنهم لا يستكبرون عن طاعة الله ولا يستكبرون عن الحق. فهذا وصف الله تبارك وتعالى لليهود وللنصارى المخلصين، من اليهود قلة ومن النصارى كثير. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاث أصناف من البشر يؤتون أجرهم مرتين. وذكر منهم من أهل الكتاب من آمن بنبيه وآمن به، فله أجر لأنه آمن بنبيه، وله أجر لأنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن الله سريع الحساب، أي لا يشغله شيء عن حساب الناس، فسيحاسبهم ويعطيهم أجرهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى في الآية الأخيرة من آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا، إذن يأمر الله سبحانه وتعالى بأمور أربعة. أول واحد: اصبروا، اصبروا على دينكم الذي ارتضاه الله لكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونحن نتحدى البشرية كلها أن هذا الدين يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، وأهدافه عندما يطبقه المسلمون في مجتمعهم الإسلامي يحفظون عقولهم ودينهم ودين الناس أيضا في حريتهم في دينهم، ويحفظون أيضا الأعراض يعني النسل فلا يكون هناك الأمراض التناسلية، ويحفظون أيضا اقتصادهم أموالهم. يعني الدين كامل، فاصبروا على هذا الدين واصبروا على ما يصيبكم من أجل هذا الدين، وإن أصابتكم من أجله شدة أو ابتلاء. إذن اصبروا أولا على دينكم، وصابروا، صابروا الكفار وغالبوهم بالصبر حتى تتغلبوا عليهم بصبركم، فعند ذلك لا يستطيع صبرهم أو جلادة صبرهم أن يقف أمام صبركم. الثالث: رابطوا، المرابطة. أصل المرابطة المداومة من الارتباط، قل أنا مرتبط في موعد، يعني أنا ملتزم بهذا الموعد. والمرابطة المداومة والمحافظة في مكان العبادة. والعبادات في الإسلام يعني أهمها ثلاثة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، يعني الاستسلام لله، طاعة الله في إخلاص. وعموده الصلاة، مثل خيمة كويسة وتفيدك تدخل تحتها، ولكن ما بتكون خيمة إلا في الصلاة، إلا في العمود. وعموده الصلاة. وذروة سنامه، القوة التي تحذر الكفار من التسلط على المسلمين، لأن المسلمين أحرار يطيعون الله ولا يطيعون المخلوق. القوة التي تبعد الكفار عن المسلمين هي الجهاد. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فعندما لم يكن هناك جهاد فالمرابطة على العبادة. روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، يعني لو كان برد تتوضأ نفذ أمر الله إلا أن يؤذيك البرد، عند ذلك تتيمم. الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، يعني هذا هو الرباط في العبادة لعبادة الله وحده لا شريك له. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أقبل علي أبو هريرة يوما فقال: أتدري يا ابن أخي فيما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون؟ قلت: لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي، يعني في أول الدعوة، لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه، ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذكرون الله فيها، فعليهم أنزلت اصبروا، أي على الصلوات الخمس، وصابروا أنفسكم وهواكم، ورابطوا في مساجدكم، واتقوا الله فيما عليكم،
ولعلكم تفلحون. هذا هو الرباط في أول الأمر. ولكن بعد أن تمكنت الدولة الإسلامية وحاول أعداؤها أن يعتدوا عليها شرع الجهاد وأصبح الرباط في الجهاد. روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وروى مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة فقط، يعني الجهاد أمام العدو، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات، يعني المرابط استشهد، يعني وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، أجره في المرابطة، وأجري عليه رزقه في الجنة، وأمن الفتان يعني فتنة القبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه عمله الصالح الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر. الفزع الأكبر بداية يوم القيامة، الفتان فتنة القبر. وروي في بعض الأحاديث الفتانان، يعني سؤال القبر. فهذا فيه دليل كما قال العلماء على أن من رابط في سبيل الله واستشهد لا يسأل في القبر، يكون من أهل الجنة مباشرة، لأن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. فالشهداء يتعلقون في الجنة في حواصل طيور خضر يرزقهم الله سبحانه وتعالى. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فأبشروا أيها المجاهدون في سبيل الله وأخلصوا. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. والأمر الرابع في آخر هذه السورة: واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا تنسوا تقوى الله، لا تنسوا أن تقوا أنفسكم من عذاب الله. كيف تفعلون بتقوى الله؟ ما هي تقوى الله؟ أن تجتنبوا ما نهى الله عنه، وتنفذوا ما أمر الله به بقدر استطاعتكم. فإذا كنتم في أمر لا تستطيعونه فتأخذون الأخف، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على الجنب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا اتقوا الله، اجتنبوا ما نهى عنه الله، افعلوا ما أمر الله بحسب وسعكم، بإخلاص، بإيمان لله، تفعلون ذلك لله لا لمصلحة. ما بتتبرع من المال عشان مقابله تحصل أكثر منه أو عرضا من الدنيا قليل أو سمعة، لا، لله. لعلكم تفلحون، أي لعلكم تنالون الحياة الطيبة السعيدة في الآخرة بين يدي الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.